بصوا بقى، الشوربة بتاعت النهاردة اختراع، فيها الخضار، فيها البروتين، فيها الفات. زي ما انتوا عارفين كده، بحب اعمل الشوربة تبقى وجبة كاملة، يعني مش محتاجين ناكل جنبها حاجة او محتاجة حاجة. عملتها ميت بول بس فراخ مش لحمة، وكله من السكراتش، يعني كله معمول بيتي. تعالوا مع بعض بقى نشوف الطبق الجميل ديت هنعمله ازاي. اول حاجه عندنا كده صدر الفرخه العادي ديت، هقطعه بقى ايه مربعات او حتت يعني، ونفرمها في المفرمه مع التوابل بتاعتها. هنا بقى قطعت الفراخ زي ما انتم شايفين كده في المفرمه، هفرمهم مع التوابل. كل واحد بقى التوابل وعلى حسب الاختيار اللي انتم بتحبوا. هنا انا مثلا حطيت شويه ملح هيمالايا، هنا توابل بتاعت فراخ كده ميكس، شويه فلفل اسود، السبع بهارات، شويه جنزبيل هنا، شويه كاري، وهضرب بقى ايه كل ده مع بعضه في المفرمه. انتوا شايفين كده بقت عاملة زي مفروم، لحم المفرومة. هي طبعا بقت زي فراخ مفرومة، سهلة ان هي تتشكل ونعملها زي الكفتة. بس تعالوا ايه نطلعها في بولة وهنضيف لها برضو شوية اضافات تانية قبل ما نشكلها. دلوقتي بقى بعد ما هي خلاص فرمناها مع التوابل، انتوا ممكن طبعا تضيفوا التوابل اللي انتوا عايزينها غير اللي انا ضفتها. هضيف لها بقى هنا بصل اخضر قطعته ناعم، يعني صغير كده زي ما انتوا شايفين في الفيديو، وكمان بقدونس وكزبره وشبت كده ميكس كده حبه، برضو قطعتهم ناعم زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هبتدي بقى اعجن ده كله بقى مع بعضه كده، خليه كويس مخلوط مع بعضه. وبعد كده هبتدي اشكل بقى الميكس اللي عندي ده بقى بالمعلقه بتاعت الايس كريم دي، عشان كل الكور تطلع بحجم واحد او يعني نفس الشكل نفس الحجم. فهبتدي الاول اطلع حبه كده، ابتدي اكومهم على جنب يعني، او اشكلهم يعني احوشهم كده، ابتدي اطلعها بالمعلقه. وكمان صحيح المعلقه ديت عشان ما يلزقش فيها العجينه بتاعت الفراخ ديت، انا رشيتها برشه زيت خفيفه. هنا بقى طبعا بعد ما طلعت من المعلقه بس مش متكوره قوي، يعني مش مديها شكل كوره، يعني زي ما انتم شايفين كده مش متهندمه. فهبتدي اكورها باتنين ايدي لغايه ما اكون الكور زي ما انتم شايفين، هتبقى شكلها كده ايه مهندم وحلو. طاسه بقى على النار هحط فيها معلقه زيت صغيره، او معلقه سمنه، او معلقه زبده. هنا انا استخدمت زبده، معلقه صغيره قوي، وهبتدي اشوح الفراخ يا دوبك يعني دقيقتين ثلاثه بس كده، تشويحه السطح بتاع الفراخ على كل ناحيه كده، اديها تشويحه مش كتير يعني، مش هسويهم فيها، انا هكمل السوا بتاعتها في الشوربه. بعد بقى ما هشوح الكور كلها اللي انا شكلتها ديت، هبتدي اطلعها على ورق مناديل بتاع المطبخ عادي كده على جنب، لغايه ما اجهز الشوربه بتاعتها. في الحلة بقى بتاعت الشوربة هحط معلقة زبدة او سمنة، وهنزل الخضار بقى اللي انتوا تحبوه. انا هنا اخدت سالري او كرفس، في برضو شوية ده خضار كده متقطع جاهز بتاع الكول سلو، عبارة عن كرومب وكرنبيت وبروكلي والجزر، كله متقطع جوليان كده. ممكن تختاروا الخضار المشكل اللي انتوا متاح عندكم واللي انتوا عايزينه. انا هديله تشويحة بسيطة صغيرة كده، وبعد كده هنزل المية السخنة. التوابل بقى حطيت هنا ورق لورا، ممكن التوابل اللي انتوا عايزينها تضيفوها برضو هنا، كمون، كزبره، ملح، فلفل اسود، اللي انتوا عايزينه. بعد ما هتبتدي المايه تغلي كده، هبتدي انزل الكور بتاعتي في الشوربه، وهغطي عليها. بعد ما تغلي بقى هغطي الحله واسيبها نص ساعه كده تغلي مع نفسها على نار هاديه. هنا ده اللبن بتاع جوز الهند اللي هو بيبقى موجود في العلب الصفيح ديت اللي بيبقى سميك، هاخد منه كوبايه، كوبايه واحده تقريبا نص العلبه، وهضيفها بعد نص ساعه كده للشوربه ديت، واسيبها اعلي عليها، اسيبها تغلي، واسيبها شويه كمان 10 دقائق، وكده بقت جاهزه خلاص. شوربة جميلة جدا، فيها كل حاجة، فيها الخضار، فيها البروتين، فيها كل حاجة. ممكن لو حابين تعملوا جنبها مثلا شوية برغل او شوية كينوا هتبقى جميلة جدا، لكن هي كده لوحدها وجبة كاملة مش محتاجة اي حاجة جنبها. يا رب تكون الوصفة سهلة وتجربوها، قولوا لي ايه انتوا عملتوا ايه لما تجربوها، واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.